دور الاداء ديال الفريق المنتخب الوطني كان الاداء في دور المجموعات اخويا شنو نقول لك صراحه فرحونا لعبوا مزيان وفرحونا وكنتمنوا لهم حظ موفق مع سبريون ان شاء الله. التحكيم كان ضدنا ولكن ان شاء الله نهار الثلاث غنقولوا كلمه ديالنا نتمنوا من الله ما تكونش اصابه وغنربحوا ان شاء الله وفي بولا غوارديولا المغرب صراحه بلا غوارديولا المغرب نتمنوا من الله اخويا خليوا هذا المدرب يعطيوه وقت واحد ماشي ما دار والو خليوا السيد يجيب لعابه يشعرف لعابه جداد ماشي نعطيه فرصه واحد 10 سنين ولا نشوفوا شنو غادي يدير ديك الساعه ماشي هضره الجمهور هضرك عارف هضره البلاد نلقي له القالب بزاف وكنتمنوا من الله يكون عاد حسن الظن ديال المغاربه كاملين خويا تبارك الله عليهم بزاف ما نقدرش نفرق بعضياتهم ولكن انا يا حكيم اصابه وشي عطيت تبارك الله الله يحجبو والله يخليه المهم شوف خويا شوف اداء اش نقول لك خويا اداء واعر ماشي الدراري كيبان كيتقاتلوا على الدراك وبين خويا مدرب وطني وود البلاد ماشي الدراري اللي تملك على راس لافوك والله لا عطاهم كركاع ولا سخلي الدراري بالك الدراري كيتقاتلوا تشوني يا خويا كيعرقوا اللي عجبني يا خويا الدراري كامل تقاتلوا اخويا ماتش الاخر بين اللي عجبني يا اخي ضربوا اخويا ثلاثه زهر تاهلوا تاهلوا اخويا شوف الدراري عندهم ناقص الصبر غنضربوهم اخويا من الاخر خلاصه القول شوف خصنا نتيقوا في المنتخب ونتيقوا شويه اخويا بالدراري ولاد البلاد ونتيقوا في المدرب الوطني اخويا فرحونا الله يفرحهم ان شاء الله نضربوا هذوك الزيرين اخويا مراكبين ولا ما عرفتش اخويا الزيرين عينهم الله ما مشاركينش كاس العالم ديال لينا الروينه اخويا منتخب عندنا اخويا منتخب زوين صراحه شافوك الله يبكي حياتي لي اخويا هذاك الزير مدرب كبير غيمشي بعيد ان شاء الله خلوه يخدم انا بالي حكيمي مزيان كيلعبوا مزيان داروا اللي عليهم ومربوحه ان شاء الله وانت هي غنزعزعوها في ثلاثه ان شاء الله ومربوحه بزاف داك السيد اخويا صافي كيعطيهم خطانه هذيك كيدخلوا فيها كيزعزعوهم غنزعزعوهم ان شاء الله ومربوحه مربوحه ديما رابحين ندوا الكاس ان شاء الله ونفرحوا كاع المغاربه خوتنا اخويا هذا جاني باش نقول لك واحد اللعب ما كتبش عليك اول حاجه واحد الثقه تامه واحد الروح قتاليه ديال الدراري كاملين واش غنقول لك الدراري مش دراري ديال البطوله ولا مش شي دراري المهم دراري واعيين وكويريه ما غاتوحش معاهم وانا كنقول لك ما غاتخلعناش وحنا ترباخو لي بيلوطا هما يترباخو لي بيلوطا ما عندناش مشكل كنا حنا بحال بحال وديما ماغوك ديما ماغوك نتمنوا ان شاء الله دوس ولا كريس قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي